متابعتكم مشاهدينا الكرام. كود نجاح اليوم عزيز الخشان، لاعب منتخب الكويت لهوكي الجليد. عزيز عنيد، رياضة الهوكي بالنسبة له كانت الممنوع المرغوب، والدته كانت تخاف عليه من إصابات التزلج، بس هو كان بكل الطرق يحاول يوصل لصالة التزلج ويبدأ اللعبة. اليوم هو لاعب يمثل الكويت على مستوى آسيا والعالم، ويسعى يوما ما أن يحصد ذهبية العالم للكويت. عزيز الخشان لاعب منتخب الكويت لهوكي الجليد، ابتدى مسيرته الاحترافية سنة 2017، شارك في كأس آسيا تحت 20 سنة التي أقيمت في دولة ماليزيا، وحصل على المركز الرابع ثم صعد للمنتخب الأول لهوكي الجليد. دولة اللي بدي أسافر لها التشيك. لوني المفضل هو الأسود. شيء مستحيل أشاركه مع أحد. ملابسي هي أحب الحيوانات. أول سيارة سكتها وانيت. نادي المفضل الكويت. صفة ما أحبها الأناني. لغة ودي أتعلمها فرنسي. عزيز، بالبداية تقبل الله طاعتك. منك صالح الأعمال. عزيز، كلمنا عن تدريبات في رمضان، شلون الوضع بالنسبة لكم؟ عندك الجدول الرمضاني، تبلش تمارين من 10:30 للساعة 12، هذا على أيام الأسبوع، والويكند يتأخر الوقت يختلف، تصير تمارين من 12 ل1:30. فاحنا مستمرين على هالجدول لأن رمضان، بس الجداول اللي قبلها دائما مبكر يعني التمارين. بس انت عارفه رمضان تغيير وقت طبعًا. وبعد الفطور وشي نتمرن، فاي هذه حلو يعني توقيت بالنسبه لكم يخلي التمارين اسهل نوعا ما، يعني تكونون ريحتوا وفاطرين واموركم تمام وتبدون التدريب. طبعا لان التمارين اذا كانت مبكر وايد انت ما راح تأدين بالتمرين وراح تتعبين، لان انت مو ماكله وصايمه ومو شاربه، ما تقدرين تشربين ماي بالبريك، عرفتي؟ بس اذا فاطره ويعني صار لك مثلا 3 ساعات 2 ساعتين فاطره، فيمديش الاكل تهضم فيك باور فيك تبين تلعبين. فعلا تدريباتكم تكون عاده تدريبات خلينا نقول مرهقه. اي كلمنا عنها شوي اكثر عن التدريبات. هو اقول لك انا مرهقه من ناحيه السكيت، هو اكثر شيء يتعب السكيت. لان انت يعني ساعات التدريب شلون تتقسم؟ كلمنا عنها. عندك مثلا ساعه ونص، نص ساعه اول 10 دقائق تسخين، بعدين ثاني 10 دقائق عندك نلعب جيم صغير عشان نسخن زيادة غير الكم لفة اللي فيناها، 3-10 دقائق سكيت خفيف، عندك ساعة نص ساعة دريلات ولا 45 دقيقة دريلات يعني تمارين، وربع ساعة ولا نص ساعة الثانية تكون نلعب مباراة بيننا وبين بعض. عادة مباراة الهوكي كم مدتها؟ 3 أشواط 20 ب20 ب20. يعني هم مدتها ما تعتبر قصيرة يعني. زين، احنا قبل لا اخوض في تفصيل رياضة الهوكي وشلون قصتك بلشت معاها، بنبلش قصتك من الطفولة. من الطفولة كلمنا عزيز، انت شنو من الاطفال كنت؟ هل كنت من الناس الهادية الراكدة ولا كنت العكس؟ لا العكس. كلمنا عن الطفولة. العكس، هادي كلش، ما كنت هادي ولا 1%. العكس، كنت حيل شيطان يعني وايد اتحرك، ما قاعد مكاني، عرفتي؟ فمن يوم انا صغير مثلا من عمري يمكن 6 سنين 7 سنين بس اهلي قاموا يدخلوني نوادي 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 عشان اصرف طاقه. جميل. فبلشت كره يد وطائره. كم كان عمرك؟ 6 أو 7 سنين قلت لك. خلصت رحت جري. يعني سؤال، يعني لما كنت 6 7 سنين انت كنت تلعب اللعبتين ولا اول إيه شيء بلشت يعني اكاديميات ما كان نوادي؟ اي ادري يعني. اي يوم كذي يعني ويوم كذي. حلو. ايه نقسمهم على ايام الاسبوع. ايه كنت يعني اقوم الصبح اقعد مع اهلي اتغدى اروح النادي ارجع من النادي بس ميت، عرفتين؟ انام على طول. فما كان يسمعون حسي ولا شيء. فاقول من 6 ل7 سنين بلشت يد وطائره. جميل. خلصت من يد وطائره، بعدين جتني فتره اللي زهقت وما قمت اروح اصرف طاقه بالنادي، ارجع البيت اذيهم مره ثانيه، عرفتي؟ كانت ترد امي تدخلني جري. جاري انا ما بقول لك النادي شنو يسوي، بس انه
من اول ما توصلين مثلا تمرين الساعه 5 ل 6 ولا 5 ل 6 ونص، انت من 5 دقيقه مبلش ركض 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 مستمر. كنا حصن شفتي الحصن شلون كذي احنا بس على ياهال ركض 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 طول الساعه ونص لين ما تخلصين بينهم، يعني مثلا توقف حق بريك تشربين ماي كذي خلص ترد البيت ما فيني كلش انتهي الطاقه خلاص. خلصت من الجري يمكن عمر 9 سنوات او 10 سنوات بلشت العب قدم بنادي الكويت. حلو. نفس عندي لاعب انا قبل بمنتخب يدي، فهناك شافوه هو شوفني حرج ان اتحرك وايد وهم العب كره، فشافني كذي كان يقول لي خلاص امشي ادخلك النادي عندي. قلت له اوكي. رحت بلشت تمارين، وفتره نادي الكويت كانت ان عرفت السن اللي ما تبين احد يكلمك وبنفس الوقت ما عندك احد تكلمينه بس احد تبين احد يكلمك كذي معقده. انزين هذه المراهقه الصعبه هذه اللي كذي. كنت وقتها بنادي الكويت قدم، تميت فتره بس ان شفت الوضع اللي كله قاعد بروحي كله زهقان ادش اتمرن واطلع اخذ اغراضي وامشي عرفتي، واشوف انا الاهل ان كلهم مع بعض انا كله بروحي شيء انه معناها لعبه جماعيه. اي هو مو يعني انا مجنون ولا شيء لا بس انا كانت كذي يعني في طبيعه الانسان ما اعرف اتكلم مع اي احد ما عرفتي. فما طولت وايد بالنادي، خذيت يمكن فتره 6 شهور لما اعطوني استماره وكذي اللي بس خلاص اني استمر وياهم بالنادي عشان اخذ اغراضي وامشي عرفتي. فما استمرت وياهم بعدها وين انتقل لعمري يمكن 14 سنه بلشت هوكي. جميل. كم سنه صار لك في الهوكي الحين؟ 5 سنين. جميل. من رياضه لرياضه لرياضه، شو اللي يميز كل واحده؟ بلشت بالطائره واليد، شو اللي يميزها؟ طائره اليد وناسه، ما ادري شنو كانت اللعبه بس اللي عارفه ان كره واطقها لفوق هذه اللي اعرفها. عرفتي كنت صغير وكرة القدم قصتك معروفة معاها، الجري شلون؟ عشان أصرف طاقة بس. وصولاً إلى الهوكي، بس قبل لا أخوض في الهوكي ذكرت أن يدك كان لاعب في المنتخب، يعني اليوم إحنا نتكلم أن أنت في جانب الرياضة له عنصر الوراثة، بمعنى أن عندك أحد من أسرتك كان والدك والدتك يدك أخوانك المحيط الأكبر كان عنده اهتمام رياضي وميول رياضية وكان لاعب في رياضة معينة، فأنت تعودت تشوف هالشيء. كلمنا عن الأسرة أكثر عزيز. شوفي من أقول لك ليش حولت أنا لصالة تزلج، عندي بيتنا أنا كله يتزحلق. حلو. زين من خالي وأمي لأصغر واحد عندنا بالبيت ما شاء الله. حلو. فبلشت قصتي أنا مع صالة تزلج يمكن عمري 13-12 سنة. جتني فترة ان ديسكفري قبل لا يشيلونه كانت مثلا الوالدة كل ويكند ولا ايام الاسبوع اذا ما عندنا دراسة ولا يعني مشتغلين عدل بالمدرسة يلا قوموا وطلعكم تودينا ديسكفري. من ديسكفري شنو يسوي عزيز؟ عزيز يطق جوتية ومشي لي الصالة. اقول لها قبل عندها ان صالة تزلج ممنوع، فانزين ليش ممنوع؟ شوف الناس تطيح تتقصص اصابعهم، وين هذا ما صار عمري ما شفته. اوكي خلاص تقصص صابع تقصص صابع ما نروح. من اول ما اشوف السياره طلعت من الباركينج انا طاق جوتي ورايح الصاله. عنيد عنيد عزيز. من حزتها بلشت ويت فتره حق المنتخب كانوا يتمرنون بصاله المشروعات السياحيه قبل، فكنت بعد اخر فتره الساعه 10 تسكر الصاله هم يدشون يتمرنون انا كنت ارخش بالحمام حزتك الله. اول ما يدشون الفريق انا اطلع قاعد المدرج يعني معاهم جاي يعني عشان المنظمين هناك ما يطردوني برا. فتمرين على تمرين تمرين على تمرين لين ما تعلقت باللعبه وحبيت الاجواء وكذي وانا اتزحلق من قبل. فقلت ليش ما ادش عندهم؟ لا انت قصتك قصه يعني مع الهوكي، يعني انت اليوم يعني كنت تخوض مغامرات عشان الهوكي. عزيز يعني شغفك في رياضه الهوكي شيء مختلف، خضت في مغامرات وايد عانيت فيه عشان تكون في هالمكان. صار لك 5 سنين مستمر في هذه اللعبة، كلمنا شنو أكثر شيء يميز لعبة الهوكي أو لاعب الهوكي؟ شو اللي لازم يتمتع فيه؟ لاعب الهوكي لازم شلون أفهمك إنه يتمتع بسرعته، مهارات إيده، لازم يكون عنده سكيلز وسرعة. إذا فلستي منهم فلستي من الثلج. يعتمد على التركيز بشكل كبير. أكيد تركيز يعني قدام الجول إذا ماكو تركيز وين راح تشوتين أنت؟ إذا ما تشوتين بوحدة من الزوايا ولا
راح تكون برا، فاذا مو مركزه كل شوطات راح تكون برا. جميل. اليوم ابرز مشاركات والمعسكرات اللي شاركت فيها عزيز، كلمنا عنها. من اول خلينا نبدا بالمعسكرات. المعسكرات من اول ما بلشت مع النادي سافرت معسكر التشيك لما كنت منتخب الشباب تحت 20 سنه. منتخب التشيك كانت مدتها ثلاث اسابيع مع المدرب التشيكي كميل فافرا. وعندك مثلا كل اللاعبين الحين الصاعدين الصغار من قبل الله يخلص عقد المدرب كلهم طالعين من تحت ايده. جميل. بعدها عندي المعسكرات هذه ايش كثر تصقلكم، او هذا المعسكر بالتحديد ايش كثر فرق معاك انت كعزيز؟ 180 درجه. جميل. يفرق اكيد المعسكر اذا انت تروحين مع مدرب وثلاث اسابيع ولا شهر، اذا ما فرق يعني العله فيك، عرفتي؟ فلازم تفرقين لازم. وبعدها توقيت تدريباتكم شلون يكون عاده في المعسكرات؟ تكون 4 تمارين باليوم، صبح برا الثلج، بعدها داخل الثلج، بعدين بريك نص اليوم، غدا ساعتين راحه، بعدين تبلشين مره ثانيه الساعه 4:30 5 برا الثلج ساعه، بعدها تدشين تتبدلين ساعه ونص داخل الثلج، بعدين ترجعين الفندق. بس ما في يعني ما في تحركين وهذا، عشا فراشك على طول. فانت تستمرين على هالمنوال ثلاث اسابيع مستمره. طبعا يفرق المستوى بشكل كبير بالنسبه تعديل نومه، تعديل لعب، تعديل الحياه وكل شيء. جميل جميل. بعد هالمعسكر شنو ابرز المعسكرات؟ بعد هالمعسكر كان عندنا كاس اسيا تحت 20 سنه. جميل. لعبنا بنيزيا كوالالمبور، كانت البطوله متكونه من 8 افرقه واحنا طلعنا فيها رابع من 8 افرقه. وبعدها بلشت كورونا. بعدها بلشت كورونا. انا اقول لك كورونا هم ما وقفنا تمرين. بس ما كان في مشاركات خارجيه ولا معسكرات خارجيه. أكيد. كل شيء داخلي. شنو كانت ابرز المشاركات على المستوى الداخلي اللي كانت ضمن هالكم سنه؟ دوري كان بس شقال، لان احنا حتى بالحضر كنا نلعب. مجلس اداره نادي الالعاب الشتويه موفر لنا تصاريح من اول شهر حضر، تصاريح حق كل لاعب، تصاريح حق المدربين، صاريح حق المشرفين، حق جميع الطاقم مع الفريق. كنا نطلع اوقات الحظر نتمرن فريق كامل. جميل. وبعدها بعد الحظر والكورونا شاركنا بمعسكر خارجي بتركيا مدته كانت شهر كامل، حق كاس العالم اللي كان كيرغستان، تونا راجعين منه شهر. جميل. 3. شلون كانت تجربتك في هذه المشاركه؟ كانت اول بطوله مع المنتخب، يعني مو بس انا والشباب اللي معي الصغار كلنا اول بطوله مع المنتخب. كاس العالم، ما قاعد تقولين كاس اسيا ولا بطوله تجاريه ولا خليجيه، كاس العالم قاعد تلعبين بدوله برا، فالاجواء غير، اجواء اللعب غير، الاحتكاك مع اللاعبين غير، مستويات الفرقه غير، كل شيء غير. شو فرق معك لما لقيت نفسك انت في كاس العالم قاعد تشارك وقاعد تمثل اسم الكويت؟ هالشعور يعني هالمسؤولية، توتر، كلمنا عن هالأجواء. الشعور ما ينصف، ما ينوصف، من وناسة، من تشدين حيلك تشوفين قاعد تلعبين مع اللاعبين الكبار وانتي الحين تشدين حيلك، انت يعني مثلا تعطين اكثر ما تعطين كالعادة، دائما شيء. من ناحية التوتر ما ابي اقول لك انه في توتر، مو ما في توتر، يعني ماكو لاعب ما يتوتر قبل المباراة كأس العالم يعني، وهو مثلا 20 ولا 21 سنة. بس من ناحية شلون تحاول تتغلب على توترك عشان ما يأثر عليك أثناء اللعبة؟ ألعب ما أخاف. أنت طول ما أنت تلعبين وناسي أن أنت قاعد تلعبين مثلاً البطولة شنو ولا ماكو توتر، تلعبين فعلاً. على طول، عرفتي؟ تركز على الهدف اللي قدامك وتنسى كل شيء حواليك. أنا داش مباراة كنت قاعد ألعب مع الشباب، خلصت المباراة فايز الحمد لله، خلصت خسران عوض بالجاية إن شاء الله. برأيك بعد تجربتكم في آسيا وتجربتكم في كأس العالم، شو اللي تحتاجونه كفرق او يعني كلاعبين هوكي لتطوير المستوى عشان تحصدون انجازات عالميه في المراكز الاولى؟ خلينا احنا انا اقول لك على المستوى اللي شفناه برا مستوى وايد عالي، واحنا قاعد نجاريهم يعني، بس هني ما نحتاج شيء، احنا مكثفين تدريب، مكثفين معسكرات خارجيه من بعد كورونا، بس ما قلت لك مكثفين يعني، الاداره ما قاعد تقصر معنا ولا شيء. جميل. عرفتي؟ فكل اللي نبيه قاعد يوصل لنا اليوم عندنا. ممتاز. من ناحية لبس، معسكرات، سفرات، تمارين، حتى الصالة بعض المرات لما تسكر احنا نقدر نتمرن، لأن هي بالنهاية صالة نادي الألعاب الشتوية واحنا لاعبين منتخب، عرفتي؟ فكل شيء، كل شيء موفرين لنا انه من صالحنا. جميل، يعني اليوم كل السبل متوفرة حق لاعبين الهوكي. أيوة. بس محتاجين هم انه يحطون الجهد ويكثفون التدريبات ويلتزمون في التمارين عشان يرفعون المستوى لأفضل مستوى. صح.
قاعد تستعدون حق مشاركة معينة؟ عندنا إن شاء الله تاريخ 23 أو 22 5 أولمبيات الخليج هني بصالتنا ببيان. دول الخليج الستة مشاركة، الكويت، عمان، قطر، البحرين، السعودية والإمارات. راح تكون البطولة مو هينة يعني. شلون شايف مستوى الأفرقة الخليجية؟ هل سبق لعبتوا معاهم؟ أنا ولا مرة. على حسب علمك اكيد لازم تعرف على حسب علمي اللي تشارك قبل البطولات اللي حاضرها. عندك كل منتخبات الخليج زينه ده. كل منتخبات الخليج زينه، بس احنا منتخبنا هم مهين. اكيد اكيد، واكيد قاعد تستعدون لها برمضان أكيد. وبعد رمضان مكملين استعدادات حق هذه البطوله المهمه، وان شاء الله نلاقي اسمكم في المرتبه الاولى ان شاء الله. إن شاء الله. طموحك وين رايح عزيز في هذه اللعبه؟ كاس العالم. بنشوفك بطل على مستوى العالم ان شاء الله. شوفك ان شاء الله خلال السنين الجايه عزيز، نلتقي فيك وانت بطل عالمي وذهبي ان شاء الله. شاكرين تواجدك معنا اليوم عزيز. كل شكر لك. شكرا. كود نجاح عزيز انه عنيد، ما يتنازل عن شغفه ويكمل في كل شيء يحبه. هذا كان كود نجاحنا اليوم، نلتقيكم باكر باذن الرحمن.